السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعتذر على الإنترنت اللي توقف صدفة كده. توقف صدفة، نرجع نبدأ المحاضرة من أول وجديد. طبعا اليوم هنتكلم عن محاضرة مهمة جدا جدا، في ماذا قالوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وماذا قالوا عن الإسلام، وماذا قالوا عن المسلمين. ونحن هنا في بريطانيا بنعاني حاليا من إغلاق كامل يوم الخميس للمجتمع في إنجلترا بالذات، مش في ويلز أو في اسكتلندا أو في أيرلندا، لازدياد حالات الكورونا اللي حادثة في البلد. للأسف يعني نتمنى منكم ان انتم يعني تدعوا لنا بان الجائحه دي تنتهي على خير ما يرام باذن الله سبحانه وتعالى. انا بشكر الاستاذ محمد الشو علي الشو اللي هو ساعدني في تحضير هذه الكلمه، وفيها 7 نقاط الكلمه هنتكلم عنها كلها. ممكن الشريحه تتحرك. في مقدمه انا كتبتها منذ حوالي 16 سنه عن الوضع اللي احنا بنشوفه الان، وما هو الوضع الحالي اللي احنا بنعاني منه؟ ماذا قالوا عن القرآن؟ ماذا قالوا عن الإسلام؟ ماذا قالوا عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما هي مساهمة الإسلام للحضارة الحديثة؟ وكيف نتعامل مع الجهلاء الذين لا يعرفون قيمة وقدر الأنبياء؟ هذه الورقة اللي أنا هقراها لكم كتبت منذ 16 سنة عن الوضع الحالي اللي احنا بنواجهه الآن. وقلت فيها، ممكن نبعت المربع ده لو سمحت، وقلت فيها أن العالم اليوم تكتنفه ظاهرة جديدة لخلق عالم يستثنى فيه الدين للدور الرئيسي الذي لعبه الدين دائما في بناء الحضارات. قلة هم الذين يستطيعون إنكار أهمية الدين عبر التاريخ في التنمية البشرية، ويمكن للشخص أن يذهب إلى أبعد من ذلك ليقول أنها بدون الرموز الدينية لم يكن المجتمع ليتطور بالوتيرة السريعة والناجحة التي تتطور بها، وكل الأشياء التي نعتبرها اليوم أمور ثانوية مفروغ منها كانت ستكون بمثابة رفاهية لا نزال نتطلع عنها. هذا ما كتبته من 16 سنة. إن مفهوم الدين وما يشكله المعتقد الديني قد تأقلمت معه الشعوب منذ نشأة الحياة. اليوم لدينا ديانات أرضية جديدة، ديانات جديدة 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 أصحابها يرفضوا أنهم يسمونها أنها ديانات، مثل الليبرالية والحداثة والماركسية وحتى العلمانية. كل هذه شكل من أشكال الأديان الجديدة، ويمكن وصف هذه الأديان بأنها ديانات أرضية بدلا من ديانات سماوية. مهما كانت معتقداتنا، هناك مواجهة ضد جميع الأديان. لا يوجد مكان يتجلى في هذا الأمر أكثر مما تجلى في الهجوم الغير أخلاقي على ماذا؟ على الدين الإسلامي وعلى الإسلام وعلى المسلمين وعلى القرآن وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى من أبناء المسلمين والعياذ بالله. شريحة. وعلى الرغم من كل هذه المواجهات، فليس دفاعاً عن الإسلام، فالإسلام لا أعتقد أنه بحاجة على من يدافع عنه، ولكن حان الوقت لوضع الأمور في نصابها الصحيح والقيام بذلك. سأعرض عليكم ما قاله العلماء والمفكرين في الماضي الذين تحدثوا من قبل عن الإسلام بلغة يفهمها الجميع. أعتبر أن هذه الخطوة الأولى على الطريق الطويل لقبول التعددية، تعددية الحياة التي تسمح لنا بالإبداع. الإبداع وفقاً لماذا؟ وفقاً للإدراك والقدرة والتاريخ والثقافة والمعتقدات والأديان. كل منا يدرك ويعي وعنده ثقافة وعنده تاريخ وعنده قيم وعنده عادات وعنده تقاليد، ويريد أن يشارك بها في هذه التعددية. فهنا نحن فقط نخطو الخطوة الأولى، ومع ذلك لا يمكن المبالغة في أهمية هذه الخطوة، مهمة جدا جدا جدا. فنحن في رحلة أمل، ونرحب بكل من يرغب في الانضمام إلينا. فنستثني من هذه الرحلة أي شخص، أي شخص على الإطلاق يرغب في مراقبة أفعالنا. فهم مدعوون للمشاهدة والمشاركة مدى شعروا أنهم مستعدون للانضمام إلينا. أهلا وسهلا بكل من يريد أن ينضم إلينا، وسيكونون أيضا مرحبا بهم بيننا. أما أولئك الذين يرغبون في منعنا من القيام بهذه الرحلة،
فلدي رسالة إليهم وهي أنهم سيسعدون بحقيقة ما سنقوم به حتى ونختار عدم دعمنا وإعاقة تقدمنا. ورسالتي هي أنه من واجبنا ألا نحيد على ما نقوم به، لأن ما نقوم به هو الأساس الوحيد لبناء مجتمع أساس الوحدة. هذا ما قلته في كلمة كتبتها منذ 16 سنة. ننتقل للوضع الحالي بتاعنا اللي من دول. الناس بتدعي الليبرالية، بتدعي الحرية التعبير وحقوق الإنسان والدفاع عن المستضعفين والمساواة والديمقراطية إلى كل هذه الأشياء. نحن مع كل هذا، وكذلك الناس بيدعوا أننا نحن ضد التطرف والقتل والإرهاب والرجعية والانعزالية، ونحن معهم أيضا في كل هذه الأشياء. نحن معهم، بس الحريات والمساواة لا تكل بأكثر من مكيال، لها مكيال واحد لجميع الشعوب. فإن أردنا أن نحقق الحريات في مكان ما فلابد أن نقف في مكان ما بنفس الطريقة. ولذلك نحن نأسف لما حدث في فرنسا في الأسابيع الماضية، من ما حدث للآمنين هناك والذين أزهقت حياتهم لبعض التصرفات. وهذه الأشياء ليس لها من الدين أي قاعدة شرعية. وكما ندين هذا، أيضا ندين كل ما يحدث لمن؟ للذين هجروا من المسلمين من الروهينجا في ميانمار، والذين هجروا واعتقلوا من المسلمين من اليوغور في الصين، ومن الذين ما يفعل بالكشميريين في الهند، وما يفعل بأهل غزة كذلك في فلسطين، وما يحدث في اليمن وسوريا. لابد أن نقف هذه الوقفة الإنسانية مع كل هذه الدول وكل هذه الشعوب. وما يحدث للكونغو الديمقراطية من سرقة مقدراتها جهارا عيانا في تحت ظل كل ما نقوم به، وما يحدث في وسط أفريقيا، جمهورية وسط أفريقيا كذلك، وما يحدث أيضا في شمال نيجيريا، وما يحدث فينا. من الذي يمد هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة بالسلاح إلى آخره؟ كل ما يحدث في جنوب السودان من صدامات وقتل إلى آخره إلى آخره، كل هذه مرفوضة. نحن نريد أن نحاول أن نرسي قواعد العدل والمساواة والإخاء بين كل هذه الشعوب. فالتطرف الذي قام به البعض في بعض الأماكن هو مرفوض، سواء كان قام به المسلمين أو غير المسلمين، كان أصاب المسلمين أو أصاب غير المسلمين، فهو مرفوض 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 مرفوض. ماذا قالوا عن القرآن الكريم؟ الفيلسوف الإنجليزي توماس كارلايل قال في الكتاب بتاعه: القرآن هو الكتاب الذي قال عنه وفي ذلك فات نفس المتنفسون. يعني هو دين وقرآن يستطيع أن يعطينا الرؤية بأن التنافس هو أساس بناء أركان الحياة التي نعيش فيها. كلنا نعرف جوتا أيضا، اللي هو الفيلسوف الألماني الكبير، الذي قال: كلما قرأت القرآن شعرت أن روحي تهتز داخل جسمي أو جسدي. أما أرنست رينان فقال كلمة وكأنه يفسر الآية التي يقول فيها المولى سبحانه وتعالى عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فيقول: لم يعتري القرآن أي تبديل أو تحريف، هكذا قالوا عن القرآن الذي يسبه الآخرين ويسب كذلك بعض أبناء المسلمين. وعندما تستمع إلى آياته تأخذك رجفة الإعجاب والحب، وبعد أن تتوغل في دراسة روح التشريع فيه لا يسعك إلا أن تعظم هذا الكتاب العلوي وتقدسه. هذا ما قال أرنست رينان في حق القرآن وما هو القرآن. حتى نابليون بونابرت الإمبراطور العظيم الذي أنشأ الجمهورية الفرنسية أو الإمبراطورية الفرنسية الحديثة قال: أتمنى أن أستطيع أن أوحد الحكماء المتعلمين من الرجال في كافة أنحاء العالم، وأن أجعل منهم دولة أو حركة أو
نظام جديد، وكأنه يعني نظام جديد يتحدث عنه، يكون مبادئ هذا النظام من القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي فيه مصدر سعادة البشرية. هذا ما قاله نابليون بونابرت من قبل. في العلوم اللي هو العلوم اللي هي الطبية، زي علوم اللي هي الأجنة، جيرالد جراندر قال إيه في الآيات القرآنية القليلة التي قرأتها عن تطور خلق الإنسان، وجدت وصف دقيق لهذا الخلق، وجد وصف دقيق للخلق لا يوجد في أي كتاب آخر هذا الوصف أو مكان آخر، هو وصف كامل مميز لهذا التطور كما في المصطلحات والتصنيفات والوصف المتواجد، لا يوجد أي وصف كما هو موجود في الوصف والتصنيفات التي وجدت في القرآن. وهذا الوصف يتقدم عن ما وصف فيما بعد بمئات السنين، بمئات السنين، خاصة في مراحل نمو الجنين والطفل. هذا في عملية اللي هو نمو الأجنة داخل رحم الأم، من الماء المهين للنطفة للمضغة للعلقة، العلقة المخلقة والغير المخلقة، العلقة المضغة المخلقة والغير المخلقة، يبقى النطفة والمضغة والعلقة والمضغة المخلقة والمضغة غير المخلقة. هذا كما قاله جيرالد جروينجر. أما ألفريد كرونر فتكلم عن خلق الأكوان، خلق الأرض بيتكلم فيه، وقال فيه: حينما أتفكر من أين أتى محمد صلى الله عليه وسلم أعتقد أنه من المستحيل أنه يعرف منشأ الكون. محمد الرجل العربي الذي نشأ في الجزيرة العربية، البدوي الذي لم يكن يعرف القراءة والكتابة، لم يكن ألفريد يقول من المستحيل أنه يعرف منشأ الكون، لأن العلماء اكتشفوا هذا منذ سنوات قليلة حينما استعملوا الوسائل والآلات التكنولوجية الحديثة والمعقدة. وإن قارنا بما وجد العلماء في العصر الحديث وما ذكر في القرآن، لوجدنا أن ما ذكر في القرآن هو حقائق علمية راسخة مؤكدة. فالقرآن في نظري هو مرجع علمي مبسط، مرجع علمي مبسط للرجل العام من أبناء المأمور. وإن العديد من التصريحات التي ذكرت فيه في القرآن ولم نكن ندركها أصبحنا ندركها الآن من خلال التقدم العلمي، ليدل على أن ما قاله محمد منذ 1400 سنة كان حقيقة دامغة. هذا ما قاله ألفريد كرونر عن القرآن وعن ما ذكر في القرآن والحقائق الدامغة في القرآن الكريم. أما في المدخل الثاني ماذا قالوا عن الإسلام، فنرجع مرة أخرى لتوماس كارلايل الذي قال في كتابه الأبطال، اسمعوا هذه الكلمة مهمة جدا 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 للمسلمين الذين يهاجمون القرآن ويهاجمون الإسلام ويهاجمون الرسول صلى الله عليه وسلم، ولغير المسلمين الذين يهاجمون هذا القرآن والإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم. يقول إيه: لقد أصبح من العار على أي فرد متمدين يدعي المدنية ويدعي الحداثة ويدعي كل هذه الأشياء والحضارة، أصبح من العار على أي فرد متمدين من أبناء هذا العصر أن يصغى إلى ما يدعيه بعض الجهال الحاقدين، من أن ماذا؟ من أن دين الإسلام كذب. هذا ما يقوله هذا الرجل، لم توظفه دولة ولم تعطيه خلافة معينة أو جماعة إسلامية معينة أموال يقول هذا الكلام. أصبح من العار على أي فرد متمدن من أبناء العصر أن يصغى إلى ما يدعيه بعض الجهال الحاقدين من أن دين الإسلام كذب وأن محمد صلى الله عليه وسلم ليس بالنبي. إن علينا، وهذا ما يطالب به، إن علينا أن نحارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة والمخجلة في نفس الوقت. هذا ما قاله توماس كارلايل في كتابه. أما جورج برنارد شو قال إيه:
إن العالم أحوج ما يكون لمن؟ لرجل، رجل في تفكير محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الذي وضع دينه دائما موضع الاحترام والإجلال. الكل يحترم الدين الذي نشر تعاليمه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه أقوى دين على هدم جميع الديانات. خالد خلود الأبد. وفي رأيي أنه لو محمد صلى الله عليه وسلم تولى أمر العالم، ليس كما نرى الآن الصراعات الموجودة في هذه البلد وهذه البلد وهذه البلد والأكاذيب وإلى آخره إلى آخره، أنه لو تولى محمد أمر العالم اليوم لو وفق في حل كل مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعادة التي يرنو البشر إليها. أقول مرة تانية، إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد، هذا النبي الذي وضع دينه دائما موضع الاحترام والإجلال، فإنه أقوى دين على هدم جميع الديانات. وخالد خلود الأبد. وفي رأيي أنه لو تولى أمر العالم اليوم محمد صلى الله عليه وسلم لوفق في حل مشكلتنا بما يؤمن السلام والسعادة التي يرنو البشر. هذا ما قاله جورج برنارد شو على أن محمد صلى الله عليه وسلم يحل مشكلات العالم كله التي عجز العلماء المتخرجين أو من جامعات ودكتوراه إلى آخره والأنظمة من حل مشكلة واحدة ليس كل المشكلات. فهؤلاء المفكرين لم تدعمهم دولة إسلامية أو جماعة إسلامية أو شخص مسلم، كان تفكيرهم المطلق المتجرد للدفاع عن الدين والدفاع عن الإسلام والدفاع عن القرآن والدفاع عن محمد صلى الله عليه وسلم. أما الأمير تشارلز فقال إيه؟ ترجمة بس. إن حكمنا على الإسلام، إن حكمنا على الإسلام ليس عادل، حكم بتاعنا على الإسلام مش عادل أبدا، فليس من العادل إن الإنسان يذهب لأقصى التطرف في حكمه. فمثلا نتكلم عن بريطانيا، واحنا جينا نوصف حياة بريطانيا نتيجة لواحد اغتصب واحدة أو واحد تحرش بطفل أو واحد شرب مخدرات أو واحد قتل حد، يبقى احنا ظلمنا المجتمع البريطاني كما قال. ها؟ لكن حياتنا يصبح هذا هو القاعدة والأسف يعني، يبقى هذا الحكم والقاعدة على الآخرين يذهب بنا هذا إلى الغلو والظلم وطمس الحقائق. فالذين يحكمون على الإسلام وعلى المسلمين وعلى الدين وعلى القرآن وعلى محمد هم هؤلاء الناس اللي هم بنسميهم الإكستريمز المتطرفين. أما مونتجومري وات فقال إيه؟ أنا مش مسلم، ولو أني كنت أود أن أكون مسلما لكي أستسلم للرب الواحد سبحانه وتعالى، لكني أؤمن أن كل ما ذكر في القرآن والرؤية الإسلامية للحياة هو مخزون عظيم للحقائق الكونية الربانية. كل ما ذكر في القرآن والرؤية التي وضعها المسلم ذكر في القرآن، كل ما ذكر في القرآن هو مخزون لحقائق كونية ربانية. فعلينا جميعا أن نتعلم من هذا وأن نجزم، هذا ما قاله مونتجومري وات، بأن الإسلام هو أقوى دين يتحدى العالم. أنا هنا أقول لأبناء الإسلام المسلمين، ثقوا في دينكم. هذا ما قاله هؤلاء المفكرين عن ديننا الإسلام، وأقوى دين يتحدى العالم من خلال ما يقدمه من ماذا؟ من أطر أساسية ليصبح ماذا؟ ليصبح دين المستقبل. فتنبأ مونتجومري وات أن الإسلام هو دين المستقبل، وهو دين الحاضر ودين المستقبل. هذا ما قاله مونتجومري وات في عام 1983 كما ترون. في كتاب العظماء 100 قيل في المقدمة، خلال 60 عام في سلسلة من الخبرات الإنسانية المكتسبة
أخذت الشعوب من حالة الفقر أو المسلمين من الفقر إلى الغنى، ومن الفشل إلى النجاح، ومن عدم الود إلى السلطة المطلقة، ومن الملاحقة والتعذيب إلى السلطة الملكية. كل هذا حدث للمسلمين من ما كيف حدث؟ من خلال شخص واحد اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، من خلال إلهامه وتحفيزه وتشجيعه الذي أيقظ الحياة الدينية. فين أيقظ الحياة الدينية؟ فين؟ في الشرق، في الشرق، بين بشر غارقين في ظلامات الجهل والإسراف. يعني محمد صلى الله عليه وسلم حول هؤلاء الجهلة المسرفون في القتل وشرب الخمر والزنا والمحارم، حولهم إلى هذا الحدث الكبير الذي حول الفقر إلى الغنى، وحول الفشل إلى النجاح، وحول عدم الود إلى السلطة المطلقة، وحول التعذيب إلى السلطة الملكية. فمحمد صلى الله عليه وسلم منذ 639 سطع نور الإمام من قلبه، يعني بيتكلم وكأن هذا الكاتب هو مسلم ومش مسلم. سطع نور الإمام من قلبه المفعم بالإخلاص، هذا محمد صلى الله عليه وسلم، وبشر بواحدة من أعظم الحركات الإنسانية التي أثرت في تاريخ العالم، أعظم الحركات الإنسانية الإصلاحية التي أثرت في تاريخ العالم. أما إدوارد جيبون وسايمون أوكلي قالوا إيه؟ كلمة محمديون كمان زي ما انتم شايفينها في الشريحة هنا معناها المسلمين. زمان كانوا بيسمونها محمديون. المحمديون وقفوا ضد إيه؟ رفضوا ضد اختزال الدين الإسلامي. المسلمين رفضوا ضد اختزال الدين الإسلامي إلى ما تتخيله حواس البشر، لأن الدين الإسلامي ليس ما نفقه من خلال حواسنا، في أشياء نستطيع أن ندركها وفي أشياء لا نستطيع أن ندركها. المحمديين وقفوا ضد اختزال دينهم إلى ما تتخيله حواس البشر، إن الإيمان بالإله الواحد وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء بسيط لكنه ثابت معرفي مهني وعرفي. صورة الإله في الإسلام لم تتلوث عند المسلمين بالأصنام. شفت قد إيه وهو مسيحي. إن صورة الإله لم تتلوث عند المسلمين بالأصنام، واحترام الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتجاوز قياسات الفضاء. هو بشر عادي، ما عندوش خوارق، ما عندوش معجزات الإنسانية. وتعاليم حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم حددت امتنان أصحابه بأن تسير بين مسارات الدين ومسارات الأسباب. يعني الدين شيء والأسباب شيء تاني، يعني أخذ المسارين سويا، مسار الإيمان بالدين وأخلاقيات الدين وعقيدة الدين، والأسباب، الأخذ بالأسباب من أجل إرساء قواعد حياة هانئة سعيدة لكافة البشر. هذا إدوارد جيبون عن سايمون أوكلي. أما دونالد روكويل فقال إيه؟ الأخوة العالمية للإسلام بغض النظر عن اللون والعرق والموطن واللغة والثقافة، اعترضتني أكثر من مرة في طول حياتي، وقربتني من الإيمان مرة أخرى. لم أكن مؤمنا، ولكني آمنت حينما رأيت هذه الأخوة الإسلامية التي لم تفرق بين لون وبين تاريخ وبين وطن وبين ثقافة وبين لغة المسلمين. هذا ما قاله دونالد روكويل. روكويل. هذا مدخل على معرفة أبعاد شخصية محمد صلى الله عليه وسلم. أنا كتبته من أسبوعين لما حبيت أن أتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أرتقي لكي أتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. من هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو
رسول الله آخر الأنبياء وخاتم النبيين، وأرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. ده بمنتهى البساطة. وضعت 9 أبعاد لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن نتكلم عن ماذا قالوا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. في بعد داخلي، أول بعد هو بعد داخلي، هو في القلب وفي النفس وفي الروح. وهذا البعد الداخلي له 4 أبعاد أساسية: البحث عن الحقيقة المطلقة، التفكر والتأمل في خلق الله العظيم، العبادة الشخصية والتطهير النفسي، التدبر في شؤون الناس. 4 أبعاد داخل النفس البشرية: البحث عن الحقيقة المطلقة، التأمل والتفكر في خلق الله العظيم، العبادة الشخصية والتطهير النفسي، التدبر في شؤون الناس. ده أول بعد من أبعاد شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. البعد الثاني هو البعد المحيط بشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو بنسميه البعد الاجتماعي، وتعلق بكيفية تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم في دوائر مختلفة: دائرة الأسرة القريبة، دائرة الأقارب والأصدقاء، دائرة المجتمع والقبيلة. من خلال إيه؟ من خلال الآداب والسلوك والمصداقية والنزاهة والمعاملات والتعامل مع الجمهور. يبقى البعد الأول هو بعد داخلي، البعد الثاني بيحيط بالرسول صلى الله عليه وسلم لكي يتعامل مع من هم من حوله. أما البعد الثالث فهو بعد قطري، بيحدد الرؤية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده رؤية لكيف يصنع المجتمعات، لكيف يرى المستقبل، لكيف يتحدث مع هذا وهذا 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 وهذا، اللي هي diagonal forward looking visionary. رجل عنده رؤية، رؤية على رؤية قيادية ورؤية سياسية ورؤية اجتماعية ودينية ولاهوتية واقتصادية وتاريخية وتقليدية على كل المستويات، سواء مستوى المحلي مكة والمدينة، مستوى الإقليمي الجزيرة العربية، أو مستوى العالمي اللي هو في العالم من الصين إلى أمريكا إلى آخر. وده البعد الثالث اللي هو البعد بتاع الرؤية المستقبلية لمحمد صلى الله عليه وسلم في شخصيته. البعد الرابع هو الغيبيات، يؤمن بالغيب، وكلنا نؤمن بالغيب، حيث يمكن أن تحدث ظواهر غير مفسرة لدعم رسالته. يعني جزء من الإيمان بتاعنا وبتاع ديننا احنا، تكوين شخصية المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم تكوين شخصيتنا كلنا، أننا نؤمن بالغيب، الغيب الغيب الغيب. البعد الخامس هو البعد الرأسي إلى أعلى، حيث يجد نفسه دائما على اتصال مباشر وعلى مقربة من المصدر النهائي للسلطة والمعرفة والرشاد والإرشاد والحكمة والروح ورضا عن النفس. مفيش وسيط بينك وبين الله سبحانه وتعالى، أنت والله ليس بينكما أحد لكي يتحكم في أمورك. لا يوجد هناك وسيط أبدا بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين الله، أو بين أي مسلم يريد أن يطلب شيء من الله سبحانه وتعالى. ده البعد الرأسي. الأبعاد السفلية اللي تتكلم فيها عن كيف تتعامل مع الخلائق الأخرى التي إنما خلقها الله سبحانه وتعالى لخدمة البشر، زي الحيوانات، زي الطيور، زي النباتات، زي المياه، زي الجبال، زي المناخ، كل هذه الأشياء. يبقى ده بعد حواليك خلقهم الله سبحانه وتعالى لك ولك لكي يخدموا لك، فلا بد أن نتعامل من خلال هذا البعد مع كل هؤلاء. ده البعد السادس. البعد السابع الأبعاد تقاطعية، تقاطعية تتعامل مع إجراءات تتطلب المخاطرة والإجراءات المتخذة لحماية من؟ كل مكون مجتمعي. لأن يعني يكون القائد اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم يأخذ المخاطرة لكي يعلم كيف يتعامل مع كل خطر يحدق بالمكون المجتمعي داخل المجتمع. ذا البعد التقاطعي. أبعاد تحويلية عابرة اللي احنا بنسميها بالإنجليزي Transdimensional Transformative Dimensions. دي بعد زي الرؤية كده، ان بيجي في 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 عند الانسان كيف يحدث الابداع وكيف تحدث الحلول الرائدة اللي كان بيقترحها المصطفى صلى الله عليه وسلم، والمبتكرة والمستدامة والخلاقة للمشاكل الاجتماعية.
فهذا البعد اللي هو فيه ترانسفورميشن وترانس دايمنشنال يجعل من الانسان في شخصيه محمد صلى الله عليه وسلم القدره على ايجاد حلول رائده ومبتكره ومستدامه وخلاقه لكل المشاكل المجتمعيه المختلفه. ده البعد الايه؟ التام. اما البعد التاسع فهو شموليه الابعاد الفلسفيه والثقافيه، لانه بيتعامل مع كل الناس، فلا بد ان يعرف اللي هو الثقافات والفلسفات بتاعت الناس لكي يستطيع ان يجعل يتعامل مع ثقافه عمليه التغيير الاجتماعي والعداله الاجتماعيه، والتعامل مع ثقافه عمليه التغيير الاجتماعي والعداله الاجتماعيه. ده بالنسبه للبعد التاسع، قبل ان نتحدث عن ماذا قالوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اولهم العلامه الالماني كارل هيرنش بيكر قال في الكتاب بتاعه لقد اخطأ. اسمعوا كلام هذا الرجل، هو ده ليس اجيرا عند مسلمين او يعني مدفوعا من احد الدول العربيه والاسلاميه او احد الجماعات ابدا. قال في كتابه الشرقيون لقد اخطأ من قال ان نبي العرب دجال والعياذ بالله او ساحر والعياذ بالله، لأنه لم يفهم مبدأ النبي السامي إن محمدا جدير بالتقدير ومبدأه حري بالاتباع، وليس لنا أن نحكم قبل أن نعلم، ليس لنا أن نحكم قبل أن نعلم. هؤلاء هم المنصفون، وأن محمدا خير رجل جاء إلى العالم بدين الهدى والكمال. تقولها تاني كي تعلموا كيف أنصف أبناء البشرية من غير المسلمين، محمد النبي الأمي الكريم. لقد أخطأ من قال أن نبي العرب دجال أو ساحر لأنه لم يفهم مبدأه السامي إن محمدا جدير بالتقدير ومبدأه حليم بالاتباع، وليس لنا أن نحكم قبل أن نعلم. قاعدة، كيف تحكم على شخص قبل أن تعلم؟ وأن محمدا خير رجل، أن محمدا خير رجل جاء إلى العالم بدين الهدى والكمال صلى الله عليه وسلم. دكتور جولدسير قال في كتاب العقيدة والشريعة الحق أن محمدا كان بلا شك أول مصلح حقيقي في الشعب العربي من وجهة تاريخية. كتير اتكلم عن سيدنا محمد وشخص سيدنا محمد وإبداعات سيدنا محمد ورؤية سيدنا محمد، يعني أشياء تكتب فيها موسوعات موسوعات موسوعات. أما الدكتور كلود كان اللي كان أستاذ في جامعة ستراسبورغ في فرنسا قال في كتاب تاريخ العرب والشعوب الإسلامية، قال لي اسمعوا بقى الكلمة اللي قالها هذا الفرنسي، استبغت شخصية محمد بصبغة تاريخية قد لا تجدها عند أي مؤسس من مؤسسي الديانات الأخرى. أقولها تاني، اصطبغت شخصية مصطفى صلى الله عليه وسلم بصبغة تاريخية قد لا تجدها عند أي مؤسس من مؤسسي الديانات الكبرى. هذا كلود كان. أما تولستوي الشهير ليو تولستوي قال إيه؟ يكفي محمدا فخرا أنه خلص أمة ذليلة دموية من مخالب شياطين العادات الذميمة. يكفي محمدا فخرا أنه خلص أمة دليلة دموية من مخالب شياطين العادات الذميمة وفتح على وجوههم طريق الرقي والتقدم، وأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ستسود العالم. يتنبأ هذا الفيلسوف أيضا ستسود العالم. ليه؟ ماذا؟ مش يعني لأنه متحيز محمد، لا، لانسجامها مع العقل والحكمة. يكفي محمدا فخرا أنه خلص أمة دليلة دموية من مخالب شياطين العادات الذميمة وفتح على وجوههم طريق الرقي والتقدم، وأن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة. تولستوي. لامارتين قال إن أردنا أن نبحث عن إنسان عظيم عن إنسان عظيم تتحقق فيه جميع صفات العظمة الإنسانية فلن نجد أمامنا سوى محمد الكامل صلى الله عليه وسلم.
فرنسي آخر يشهد بهذا. أما بوزورث سميث فقال إيه؟ زي ما كنت بتكلم قبل كده، المحمدية دي اللي كان اسم المسلمين أو الدين الإسلامي زمان، كانش بيقولوا إسلام. قال إيه؟ قال لقد كان محمد قائدا سياسيا، صح، بلا نزاع، وزعيما دينيا في آن واحد، يعني كان قائد سياسي وزعيم إيه؟ ديني في آن واحد. ولكن لم تكن له عجرفة تجاه الدين، اللي هو الاستعلاء بالمعلومة الدينية والاستعلاء بالإيمان والاستعلاء بالتواصل مع الإله سبحانه وتعالى. لم تكن له لديه عجرفة تجاه الدين، كما لم تكن لديه فيالق مثل قيصر، ما كانش عنده جيوش تحميه أبدا، ولم يكن لديه جيوش مجيشة أو حرس خاص أو قصر مشيد أو عائد ثابت. رجل بسيط لكن كان في نفس الوقت قائد سياسي ها وزعيم ديني. وإذا كان لأحد أن يقول أنه حكم بالقدرة الإلهية، إذا كان لأحد أن يقول أنه حكم بالقدرة الإلهية فإنه محمد. محمد هو الوحيد الذي استطاع أن يحكم بالقدرة الإلهية كما قال بوزورث سميث، لأنه استطاع الإمساك بزمام السلطة دون أن يملك أدواتها ودون أن يسند أهلها. يا سلام، استطاع الإمساك بزمام السلطة دون أن يملك أدوات السلطة ودون أن يسنده أهلها في مسك بزمام السلطة. هذا بوزورث سميث. محدش كان بيديهم فلوس دول للدولة الفلانية ولا الشيخ الفلاني ولا فلان الفلاني، لا، تجردوا في العلم ففتح الله عليه فأنصفوا، أنصفوا من خلال الحقائق التي اتفقوا عليها. أني بيزنت قد من المستحيل لأي شخص يدرك حياة مصطفى صلى الله عليه وسلم وشخصية نبي العرب صلى الله عليه وسلم العظيم، ويعرف كيف عاش محمد صلى الله عليه وسلم وكيف علم الناس صلى الله عليه وسلم، إلا أن يشعر بتبجيل هذا النبي الجليل. يا سلام، يعني أحد رسل الله العظماء. المستحيل لأي شخص يدرس حياة وشخصية نبي العرب العظيم ويعرف كيف عاش هذا النبي كيف علم الناس إلا أن يشعر بتبجيل هذا النبي الجديد الجليل، أحد رسل الله العظماء. مايكل هارت، نرجع تاني، اللي ألف كتاب المئة من العظماء، قال إيه؟ قال إن اختيار لمحمد صلى الله عليه وسلم ليكون الأول في أهم وأعظم رجال التاريخ قد يدهش البعض، مش مشكلة، ولكنه هو الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين، المستوى الديني والمستوى الدنيوي، فهو قائد ديني وسياسي كما قال بوزورث، وهنا ينجح في المستوى الديني اللي هو الريليجيوس والمستوى الدنيوي اللي هو السيكولار. نختار محمد صلى الله عليه وسلم نكون الأول في أهم في أهم وأعظم رجال التاريخ قد يدهش القراء، ولكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين الديني والدنيوي صلى الله عليه وسلم. أما سير مور وقال إن محمدا نبي المسلمين لقب بالأمين قبل أن يصبح نبي منذ الصغر بإجماع أهل بلده. لماذا؟ لشرف أخلاقي وحسن سلوكي، ده قبل ما يبقى نبي. ومهما يكن من أمر فإن محمدا صلى الله عليه وسلم أسمى من أن ينتهى إليه الواصف. سبحان الله، كأنه مسلم لا يستطيع أن يصفه أحد، بيقول لكم محدش يقدر يصف أخلاق وشخصية محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفه من جهله. الجهال اللي بيتكلموا عليه في هذه الأيام لا يعرفوه، لأنهم جهلة حمقى.
وخبير به من أمعن النظر في تاريخ المجيد. يا سلام، من أمعن النظر في تاريخ محمد المجيد صلى الله عليه وسلم. ذلك التاريخ الذي ماذا أحدث؟ الذي ترك محمدا في طليعة الرسل ومفكر العالم. سبحان الله. يعني تاريخ محمد كما يقول ستيل مور يجعل محمد في طليعة الرسل ومفكر العالم دون نزاع. هو قال هذا الكلام، هو من؟ هو مايكل هارت والآخرين مش مسلمين، ما حدش بيديهم ده. غاندي حتى مهاتما غاندي قال أردت أن أعرف صفات الرجل الذي يملك بدون منازع قلوب ملايين البشر، محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد أصبحت مقتنعا كل الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته. كانوا بيعلمونا في المدارس واحنا صغيرين الإسلام انتشر بالسيف، ونقعد ندافع 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 ندافع، هو كذب وافتراء. بل كان ذلك من خلال ماذا؟ من خلال بساطة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كان الإسلام ينتشر من خلال بساطة الرسول صلى الله عليه وسلم. مع دقته وصدقه في الوعود، والصادق الأمين، وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه، وشجاعته مع الثقة المطلقة في ربه وفي رسالته. هذه الصفات هي مهادة الطريق وتخطط المصاعب وليس السيف كما يقولون ويدعون. بعد انتهاء من قراءة الجزء الثاني من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجدت نفسي آسفا لعدم وجود المزيد للتعرف أكثر على حياة محمد العظيم. ولا مرة ثانية، مهاتما غاندي نحن عارفينه مؤسس الدولة الهندية، أردت أن أعرف صفات محمد، صفات الرجل الذي يملك بدون منازع بدون نزاع قلوب ملايين البشر. قد أصبحت مقتنعا كل الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته، بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول صلى الله عليه وسلم مع دقته وصدقه في الوعود وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه وشجاعته مع الثقة المطلقة في ربه وفي رسالته. هذه الصفات هي التي مهدت الطريق وتخطت المصاعب وليس السيف وليس السيف وليس السيف. أما ميشنر اللي هو جيمس ميشنر، فده اتكلم كلام جميل 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 جميل، وقال إيه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم يعني الرجل الذي يعني متحمس وحمس الجميع، والذي أسس الإسلام، والذي ولد في عام 570 في قبيلة عربية كانت تعبد الأصنام. واضح، كل تاريخه واضح، قبيلة تعبد الأصنام. واحنا عارفين لما ولد كان ايه؟ كان يتيم، كان يتيم يوم ما ولد، ابوه مات قبل ما يولد، وامه ماتت وهو طفل صغير صلى الله عليه وسلم. هذا محمد كان دائما يدافع عن من؟ عن الفقراء والمساكين، وعن الايتام والارامل، وعن العبيد، ومين تاني منهم؟ المطحونين. وحينما بلغ 20 من عمره أصبح رجل أعمال يؤتمن على قوافل إحدى السيدات الثريات الأثرياء في قريش، وهي السيدة خديجة رضي الله عنها التي ائتمنته على أموالها. وفي سن 25 تقدمت له السيدة خديجة للزواج، وكانت تكبره 15 عاما صلى الله عليه وسلم، وظل مخلصا لها إلى أن ماتت صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ ديت حياته معها ولم يتزوج عليها. كانت تكبره 15، يعني احنا عارفين محمد مين أمه، مين أبوه، مين خاله، مين عمه، طفولته، نشأته، رجولته، زواجه، كل هذه الأشياء. وككل الأنبياء كان محمد لما خايف ان هو يصدع بالدعوه للاخرين، لما اتى جبريل عليه السلام اللي بيقول الكلام ده واحد مش مسلم مش مسلم، وقال له اقرا، قال له ما انا بقارئ، وكان بيرتجف كان بيرتجف ما انا بقارئ، ولم يكن يعرف الكتابه ولا القراءه، لكنه بدا
في نشر وتبليغ هذه الكلمات الحماسية المحمسة للآخرين، والتي أحدثت ثورة كبيرة في مساحة هائلة من الأرض تحت شعار الوحدانية لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي كل أحيان محمد كان رجل عملي صلى الله عليه وسلم. فحينما مات ابن إبراهيم عليه السلام بدأ الناس يتجمعوا، حدثت بلبلة كبيرة عشان حصل كسوف في القمر، وقالوا إن الله يعزي المصطفى صلى الله عليه وسلم في موت ابنه، كلام ليس له أصل من الصح. فخرج عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا شيء واضح لهم، هذه ظاهرة من ظواهر الطبيعة، وأحمق من يدعي أن موت أو ولادة إنسان يؤدي إلى وجود هذه الظاهرة. يعني قال لأصحابه لا تكونوا حمقى، لا ينخسف أو يكسف القمر أو الشمس من أجل موت شخص أو ميلاد شخص آخر. رجل عملي كان هذا في موت إبراهيم عليه السلام. ولما مات محمد صلى الله عليه وسلم ارتجت المدينة وحصل ضغط كبير 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 بين المسلمين، وخرج عمر مسك السيف يقول سيقطع ويضرب عنه كل من قال أن محمد مات. فخرج عليهم الخليفة الأول رضي الله عنه أبو بكر ورتل عليهم آية في القرآن، وما محمد إذا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وردد أبو بكر الكلمة الشهيرة بتاعته، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. شفت العملية practical، رجل عملي في موت ابنه صلى الله عليه وسلم، وكذلك خليفته التي استخلفه أو استخلف على المسلمين بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم قال نفس الكلمة، نحن نعبد الله ولا نعبد الأشخاص. هذا ما قاله جيمس ميشنر. أما مساهمة الإسلام في الحضارة فنبدأ بكارل فيورينا، قالت حينما كانت تخاف الشعوب من الأفكار ازدهرت عليها هذه الحضارة الإسلامية وأبقت هذه الشعوب على قيد الحياة. عندما عدد اللقباء في هذه الشعوب بمحو المعرفة من الحضارات الماضية أبقت هذه الحضارة الإسلامية المعرفة حية ونقلتها إلى الآخرين. بينما تشترك الحضارة الغربية الحديثة في العديد من هذه السمات، فإن الحضارة التي أتحدث عنها هي حضارة العالم الإسلامي من عام 800 لعام 1600، وتضمنت الإمبراطورية العثمانية ومحاكم بغداد ودمشق والقاهرة والحكام المستمرين مثل سليمان القانوني. وعلى الرغم من أننا في كثير من الأحيان لا ندرك مديونيتنا لهذه الحضارة الأخرى، إلا أنها تتشاطر مع الحضارات التي أنشأناها في الغرب. يعني الحضارة الإسلامية مؤسسة ومشاركة مع الحضارات الأخرى. كان الحافز لهذه الحضارة أكثر من أي شيء هو الاختراع. كان العرب المسلمين لما تملكهم الإسلام كانوا مخترعين. في ماذا؟ صمم المعماريون المباني التي تحدد قانون الجاذبية، ورياضيوها ابتدعوا الجبر والحساب واللوغاريتمات، ما ساعد العالم اليوم على تصميم أجهزة الكمبيوتر واستنباط التشفير. كما بدأ أطباؤها في تحليل الجسم البشري وعثروا على علاجات جديدة الأمراض، ورصد فلكيوها السماوات وأطلقوا الأسماء على كثير من النجوم، ومهدوا الطريق أمام السفر في الفضاء الخارجي واستكشافه، وألف كتابها الآلاف الروايات عن الشجاعة والحب والسحر. وضع شعراؤها أبيات عن العشق في الوقت الذي كان من سبقهم يخشون التفكير بأمور من هذا القبيل، في الوقت الذي كانت فيه أمم أخرى تخشى الأفكار، تخشى مجرد أن تفكر. أنا مش عايز أسب هيئة أو ديانة أبدا. كانوا يوصفوا بالهرطقة، المتهرطقين، وكان يوصفوا هؤلاء المفكرين بأنهم من المشعوذين والدجالين، وكان يوصفوا أيضا بأنهم من الصحراء
كان وضع شعراء عبارات عن العشق في الوقت الذي كان من سبقهم يخشون التفكير بأمور من هذا القبيل. وفي الوقت الذي كانت فيه أمم أخرى تخشى الأفكار كذلك، ازدهرت هذه الحضارة على هذه الأفكار وأبقتها حية حية وأبعدت الأفكار المقيتة المميتة. وحين هدد الرقباء في هذه الدول بمحو المعرفة النابعة من حضارات السالفة، الرقباء أبقت هذه الحضارة الإسلامية المعرفة حية ونقلتها إلى حضارات أخرى، وفي حين تتشاطر حضارات الغرب المعاصرة الكثير من الغرب. يعني الأصل والفضل لهذه الحضارة التي أصبحت شريكة أساسية في بناء الحضارات الغربية في الغرب اليوم. ورغم أننا نجهل في كثير من الأحيان ما ندين لكل ده كارلي فيورينا بتقول الكلام ده، نجهل في كثير من الأحيان ما ندين به تلك الحضارة الإسلامية، فإن ما وهبته لنا هو جزء لا يستهان به من تراثنا. شفت بقى؟ نقل الحضارات وليس حجر المعلومة على جنس معين أو مكان معين أو دولة معينة أو دين معين. فصناعة التكنولوجيا لما كانت لتوجد لولا إسهامات الرياضيين العرب. وقد تحدث الشعراء الفلاسفة الصوفيون مثل ابن الرومي، تحدهم ازاي؟ تحدى مفاهيمنا للذات والحقيقة. يعني ابن الرومي تحدانا وتحدى شعراءنا وتحدى كل المفاهيم في ماذا؟ في كيف نفهم الذات وكيف نفهم الحقيقة. أما سلاطين مثل سليمان القانوني فقد أسهموا في مفاهيمنا الخاصة بالتسامح والقيادة المدنية. ولعله يمكننا أن نتعلم درسا، ما هو؟ كانت القيادة الإسلامية تقوم على مبدأ الجدارة وليس الوراثة، للشورى والاستخلاف وليس أيضا إنه الوراثة. وكانت زعامة هذه الحضارة أو هذه الخلافة أو هذه الدولة سخرت جميع قدرات شعبها البالغ التنوع. يعني كان الشعب المسلم الموجود متنوع لضم التقاليد المسيحية واليهودية والمسلمة. كان زعامة سخرت جميع قدرات شعبها البالغ التنوع لضم التقاليد المسيحية والإسلامية والهدية. وهذا النوع من الزعامة، هذا النوع من الزعامة اللي بيتكلم عن التعددية اللي تكلمت عنها في أول كلمة، الزعامة المتنورة، زعامة غذت الثقافة والقدرة على الاستمرار والتنوع والشجاعة. هذه الزعامة قادت 800 عام من الاختراعات والرخاء، ساد العالم كله. وفي حقب مظلمة وخطيرة مثل هذه علينا أن نؤكد التزامنا بماذا؟ ببناء مجتمعات ومؤسسات تتطلع إلى هذا النوع من العظمة، من العظمة في التنوعية وفي اللي هو في التنوع التعددية. أنا نؤكد التزامنا ببناء مجتمعات ومؤسسات تتطلع إلى هذا النوع من العظمة، ولأن أكثر من أي وقت آخر في الماضي أن نركز على أهمية القيادة بل على الأفعال القيادية الجريئة وتحديدا على الأعمال الشخصية القيادية. هذه كارلي فيورينا. أما الأمير تشارلز يرجع مرة أخرى ويقول إيه؟ الإسلام رعى وحافظ على السعي للتعلم. يعني أول كلمة أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم كانت اقرأ، يعني إذا بفعرف. وكان في الأدبيات العربية والإسلامية ما قيل أن حبر العالم أقدس من دم الشهيد، حبر العالم أقدس من دم الشهيد. كانت في القرن العاشر قرطبة، لقرطبة إلى حد بعيد أكثر مدن أوروبا تحضرا. وكان فيها حاجة مكتبات بسميها مكتبات الإعارة، إعارة الكتب. يعني نعلم عن مكتبات الإعارة في أسبانيا التي شهدها المسلمين في ذلك الوقت. في نفس الوقت ده كان في ملك اسمه ألفريد يعمل أخطاء فادحة بقى في فنون الأكل والحاجات دي كلها.
ويقال إن في قرطبة كان في أكثر من 400,000 مجلد موجود في مكتبة المدينة، وهذه كانت أكثر من عدد الكتب التي كانت موجودة في دول أوروبا مجتمعة. ناهيك بقى عن الكتب اللي كانت موجودة في الغرناطة وفي سرقسطة وفي إشبيلية والمدن الأخرى اللي في غرناطة اللي حرقتها إيزابيلا وجوزها فرديناندو. لقد أصبح ذلك ممكنا لأن العالم الإسلامي اكتسب من الصين، شوف العالم الإسلامي كان فين، واكتسب من الصين مهارة صناعة الورق قبل أكثر من 400 عام من بقية أوروبا غير المسلمة. يعني ده يعني الحضارة دي كلها يعني اللي أنشأوها في الأندلس بنيت على حضارات أخرى ولم تلغي هذه الحضارات الأخرى وأنشأت حضارات فيما بعدها. هذا كلام الأمير تشارلز يقول فيه أن العديد من السمات التي تفتخر بها أوروبا الآن الحديثة جاءت منين؟ جاءت من أسبانيا المسلمة. اسمعوا ما أحدثته أسبانيا المسلمة في أوروبا: الدبلوماسية، التجارة الحرة، الحدود المفتوحة، تقنيات البحث العلمي الأكاديمي، علوم الإنسان، الآداب اللي هي الهيومانيتي، الآداب، الموضة اللي هو الفاشن، الطب البديل، المستشفيات، كلها جاءت من هذه المدينة العظيمة قرطبة. أقولها تاني، إن العديد من السمات التي تفتخر بها أوروبا، هذا مش كلام أنا أبدا، ده كلام الأمير تشارلز ما زال حي، ممكن تسألوه، العديد من السمات التي تفتخر بأوروبا الحديثة جاءت من أسبانيا المسلمة. الدبلوماسية، ما هي بقى الحاجات دي؟ الدبلوماسية والتجارة الحرة والحدود المفتوحة، تقنيات البحث الأكاديمي، علوم الإنسان، الآداب، الموضة، الطب البديل، المستشفيات، كلها 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 جاءت منين؟ من قرطبة. المدخل السابع: ما هي القواعد؟ كيف نتعامل مع هؤلاء الجهلاء الحمقى؟ حمقى من الجهلاء بغض النظر مستواهم ايه او درسوا ايه او هم مين. في ثلاث ايات كريمه انا وضعتهم لنا. اول حاجه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني احترموا الديان ومعتقدات وثقافات الاخرين، وحتى ان اساءوا هم الى انبيائهم اللي هم انبيائنا لا تسبوه. دافعوا عن موسى، دافعوا عن عيسى، دافعوا عن مريم عليه السلام، قيل في مريم كلام إزدراءات حقير، وقيل في عيسى عليه السلام كذلك، وقيل في سيدنا لوط استغفر العظيم لما قيل فيه، وقيل في آدم وحواء عليهم السلام أيضا. وبالرغم من هذا نحن لن نتعامل معهم كما يتعاملون مع هؤلاء الأنبياء، بل إننا سنحترم أنبياءنا لأنهم من اصطفاهم واصطنعهم الله على عين. دي نمرة. نمرة اثنين: من هم عباد الرحمن؟ كونوا عباد الرحمن. إذا خطبهم الجاهل قال لهم، يعني هتلاقي جاهل من الرعاع من الرويبضات التي تنبأ بهم الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل. من هو الرويبضية؟ هذا الرجل التافه الجاهل الذي لا يفقه شيء والذي يتصدر المجالس. قولوا لهم سلاما: حذاري أن تدخل نقاش مع جاهل من الرويبضات هذه. أما الشيء العام اللي ممكن تعملوه: وما كان لمؤمن وما كان المؤمن لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هنا بنتكلم عن تشكيل اللي احنا بنتكلم فيه عن الجمعيات اللي موجودة داخل أي وطن. في جمعيات متخصصة في حقوق الإنسان، في الأطفال، في المياه، في كذا في كذا، كل جمعية من الجمعيات دي متخصصة في شيء. فلما يحدث حدث كبير دايما نرى الآن ونسمع، ما نتركش الأعمال بتاعتنا الأساسية، نقول لا بالعكس، احنا نساعد من كان متخصصين في الصد عن هذا الحدث، ونستمر نحن في بناء مسيرتنا المجتمعية من أجل بناء نهضة وحضارة. نقول فيها إيه؟ بينما تتعامل بعض مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة مع قضية بعينها، يجب علينا أو يجب على كافة مؤسسات المجتمع المدني الأخرى أن تمضي في تحقيق خططها
واستراتيجياتها في تطوير ومساعدة وإنقاذ مجتمعاتها وبناء مستقبل بلدها ومستقبل الإنسانية من خلال المنظور الإسلامي، لأن العالم يحتاج الإسلام، العالم يحتاج القرآن، العالم يحتاج محمد صلى الله عليه وسلم، العالم يحتاج تعاليم محمد وشخصية محمد وصدق محمد وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم. الإسلام دين عملي مجتمعي مدني قائم على تحقيق القيم من خلال المشاريع المجتمعية الخدمية، وليس قائما على الخطب الرنانة والأحاديث الجذابة. الإسلام ما استقر في القلب وصدقه هو العمل، قلب وعمل، قلب وعمل. أشكركم جميعا، وأنا بعتذر على الحدث أو العطل الفني اللي حدث والاتصال. دي بعض المصادر اللي موجودة ممكن تطلعوا عليها، وأيضا في نفس المحاضرة اللي عملتها بالإنجليزي، اللي عايز يسمعها بالإنجليزي موجودة برضك يوم الخميس الماضي، أنا عملتها فيها برضك مصادر أخرى كذلك. شكرا لكم جميعا، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.